وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في قوانين الوضعية التي تحكم العالم، المجرم يعاقب بعد ارتكابه للجريمة، أما قبل ذلك فلا دخل للقانون في شأن الناس، لأن القوانين في الحقيقة لا تهتم بتزكية النفوس ولا تهتم بتربية الناس، إنما القوانين وضعت لتنظيم حياة الناس فيما يصدر منهم وليس قبل ذلك. لكن في الديانات السماوية فإن المهم في الدرجة الأولى تزكية النفوس، تربية الأرواح، تصحيح النيات، إخلاص العمل، وكلها شؤون ترتبط بالإنسان قبل أن يقوم بأي فعل. الديانات تعتبر أن النية أساس، بحيث أن الثواب لا يترتب على الفعل إلا إذا كان مشفوعا بنية خالصة، وأن من يعمل ربما أعمالا كبيرة في هذه الحياة ولكن ليس مخلصا في عمله رئاء الناس أو لأنه يحصل على أجر، فأجره ما يحصل عليه في الدنيا. كثيرا ما يسأل بعض الشباب: هل أن أديسون مثلا الذي اخترع اختراعات كثيرة منها ما يرتبط بالطاقة الكهربائية وغيرها، هل إنه يكون من أصحاب الجنة مثلا، أو أن فلان وفلتان الذين اكتشفوا اخترعوا، من اخترع الطائرات الأخوان رايت، ومن صنع القاطرات، ومن صنع السفن، ومن اكتشف بعض المعادلات والقوانين في عالم الفيزياء والكيمياء، هل هؤلاء لهم أجر عند ربهم؟ الجواب لا، لأن هؤلاء ما قصدوا الرب في عمل من أعمالهم، وإنما كانوا يريدون الحصول على المغانم والمصالح وقد حصلوا عليه. سؤال: هل أن البقال حينما يأخذ منك أجرا ويعطيك المثمن، هل هذا يؤجر على عمله؟ لا، لأنه باع لك البضاعة في مقابل المال وقد حصل على المال. شنو يطلب رب العالمين يوم القيامة؟ سواء في الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي، يعني لو أن أحدا نوى، إلا هذه الأيام نسمع عن وضع قوانين ترتبط بالقتل الجمعي والإرهاب وما شابه ذلك، وضعوا قوانين تحاكم الناس حتى على نياتهم، بمعنى لو أن أحدا نوى أن يفجر قنبلة في تجمع مدني ولكن قبل أن يفعل افتضح أمره واعتقل، يحاسب على نيته مع أنه لم يفعل شيء. بعض القوانين هكذا، لكن بشكل عام
في الجانب الإيجابي أو في الجانب السلبي، لا في قضية الثواب ولا في قضية العقاب، فإن القوانين الوضعية لا تهتم بمقاصد الناس وبنياتهم وبأهدافهم، بينما في الديانات الثواب يأتي بناء على نية الفرد ومقصده وهدفه، وكذلك العقاب. من نوى خيرا ولم يوفق لذلك، رب العالمين يعطيه الأجر والثواب على مجرد النية. ومن نوى شرا وما استطاع أيضا يعاقب. ولذلك عندنا واجبات ومحرمات ترتبط بأمور قبل أن يصدر الفعل من الفرد، مثلا سوء الظن بالناس، إن بعض الظن إثم، حتى لو لم يتبلور هذا الظن ولم يترجم إلى فعل، مجرد سوء الظن يحاسب عليه الفرد، والله عز وجل ينهى عن ذلك. وما نهى عنه الرب وفعله العبد فعليه العقاب، كما أن ما أمر به الرب ونواه العبد له الثواب. نتائج سوء الظن غير محببة بشكل عام، النتائج ما تطلع زين، مع قطع النظر عن حصول الفعل أو عدم حصول الفعل. إذا حدث الفعل ففعلا النتائج سيئة. يعني إذا نظرنا في داخل مجتمعاتنا، الذين يسيئون الظن بالناس ماذا يصدر منهم من أعمال؟ ما يتعاونون مع الآخرين، يتهمون الآخرين، يسقطون الآخرين، يعملون الانشقاق في المجتمع، وهذه النتائج كلها سيئة. أنا أضرب لكم مثال، هذا المثال يوضح كيف أن نتائج سوء الظن تنتهي إلى ما لا يحمد عقباه. فتاة عمرها 14 عاما، هذه قصتها معروفة، وبناء على هذه القصة المحللون والاجتماعيون وحتى بين الذين يؤمنون بالله والذين لا يؤمنون بالله يستشهدون بهذه القصة في جانب معين. هذه الفتاة عمرها 14 سنة، اسمها ماتيلدا، قصة حقيقية. خرج أبواها من البيت لزيارة أصدقاء لهم، هي كانت في داخل البيت، وقبل عودة الأبوين فكرت أنه تعمل فد مفاجأة تخوف أبوها وأمها. كثيرا ما يحدث هذا الأمر، أن واحد يختبئ وراء صندوق وراء جدار حتى يطلع قدام واحد ويخوف. هذه قبل مجيء الأبوين فكرت أنه تختبئ في مكان، فإذا دخل البيت في غرفة النوم تخوفهم. قضية بسيطة، بنية عمرها 14 سنة. الأب والأم فكروا أن هذه البيت، البنت خرجت من الدار وذهبت إلى بعض صديقاتها. يوم اللي دخلوا في البيت، الأب حس أكو صوت في داخل غرفة النوم. أساء الظن الآن قبل ما يتبين لك شوف شنو الموضوع، راح شال المسدس ودخل في غرفة النوم. هذه يوم اللي طلعت من مخبأها في غرفة النوم حتى تخوف الأب والأم وأطلق النار، لأنه ظن أن هذا سارق مثلا أو قاتل أو مجرم، على كل حال دخل في غرفة النوم. فأصاب رقبتها قبل مرور 12 ساعة، ماتت هذه البنت. نتيجة شنو؟ نتيجة أن هذا أساء الظن، أساء أن هذه الحركة الموجودة في البيت إنما هو لعدو وليس لصديق. كثيرا ما في التاريخ نقرأ أن جرائم كانت تقع بسبب سوء الظن، حتى أن بعض الملوك قتلوا أولادهم لأنهم أساء الظن. أطلق على نادر شاه الملك الإيراني المعروف، أطلق عليه سهم فظن أن ولده هو الذي أطلق السهم عليه، فقلع عيني ولده
ثم اكتشف أنه كان مخطئ مو ولده، فقرر أن يجمع من، يعني أكثر من 3 كيلوات تقريبا، من عيون جنوده وضباطه، طلعها برا، لأنه اكتشف أنه قلع عيني ولده خطأ، مو صحيح، أساء الظن بولدي. ليش أساء الظن بولدي؟ لأن عادة في حياة الملوك في تآمر، الأخ يقتل أخوه حتى يصير مكانه، الابن يقتل أبوه، الأبو يقتل ابنه، ابن عم يقتل ابن عمه، وهذا في التاريخ موجود، تاريخ الحديث موجود مو التاريخ القديم. الآن أمير الشارجة أخوه قتل، كان أميرا، اللي قتل ابن عمه، والآن مسجون أيضا في عاصمة الإمارات. جاب مجموعة وهجموا على قصر أخوه خالد وقتله، فأخذ ومودع في داخل السجن. ابن عم يقتل ابن عمه حتى يقعد مكانه. في تاريخ الإمارات، في تاريخ أبو ظبي، كثير من الإخوة كانوا يقتلون أخوهم، يعني هذا الأمير يقتل أخوه، الأمير هو يصير مكانه، هذا موجود. والمؤامرات غالبا ما تكون حول الملوك ومن أقرب الناس، باعتبار الملوك يحيطون أنفسهم بحواجز، فمو كل واحد يقدر يصير قريب من عنده. إذا نتائج سوء الظن هي سيئة، وما دام نتيجة سوء الظن سيئة فلا يجوز لك أن تعمل بسوء ظنك، أصلا لا يجوز لك أن تسيء الظن. يجب بشكل عام أن تنظر إلى الناس على أنهم طيبون وأنهم على فطرتهم التي فطر الله الناس عليها. ومن هنا ربنا يبدأ بسوء الظن، إن الظن في آيات قرآنية أخرى لا يغني من الحق شيئا. هسه الظن من وين يجي؟ من خواطر، هواجس. أنت خايف من شيء، مثل ذول اللي يقول لك في بيتنا أكو جن، لأن هو خايف، بمجرد ما صرير الباب يسمعه بسبب الرياح يقول حتما الجن هنا دا يمشي. شاف هذه الستارة تحركت، من حركها؟ يا عمي الستائر تتحرك في كل البيوت، بس هو خايف، فيصير عنده هاجس أنه مثلا هنا الجن أو هنا عدو أو ما شابه ذلك. قالوا أن نجحها يوم من الأيام كان قاعد مع جماعة من أصدقائه، قال يا جماعة أنا أعتقد أكو سارق في البيت. قالوا والدليل؟ قال يقولون السارق يمشي على رؤوس أصابعه ورجله ما بيها صوت، وأنا ما جاء أسمع صوت، إذن أكو سارق. وتضحك عليه لأنه ما جاء أسمع صوت، إذن أكو سارق، لأن السارق ما يطلع صوت في رجله. من هذا النوع كثير، ولا أريد التفصيل لأنه موضوع تحدثنا عن بعض ذلك في الليلة البارحة. بالنسبة إلى قضية التجسس، في الواقع التجسس نتيجة سوء الظن. حينما تسيء الظن بالفرد تريد أن تثبت لنفسك أن سوء ظنك في مكانه، فتدور على أدلة تتجسس على صاحبك. إحنا عندنا شيء اسمه تجسس وعندنا شيء اسمه تحسس. التحسس ما فيش، مضيع ولده فروحوا فتشوا عن ولدي. اللي يفتش عن عيوب الناس هذا تجسس، عن أخطاء الناس تجسس، عن معاصي الناس تجسس، عن خطايا الناس تجسس. لكن التحسس هو البحث عن شيء لا ارتباط له بالناس، اللي ربط بيك، مضيع شيء تتحسس عنه تدور عليه. يعقوب قال لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا. هذا التجسس طبعا موضوع شائك، يعني هل يمكن أن أنت تتصور اليوم على وجه الكرة الأرضية في حدود 200 دولة مسجلة في الأمم المتحدة يكون بدون نظام تجسس؟ هل يمكن تصور ذلك؟ بدون مؤسسات تقوم بالتفتيش عن الأعداء مثلا. التجسس كان سابقا فردي، واحد يتجسس على واحد، الآن مؤسسات، وزارات، أجهزة متنوعة،
كاميرات مراقبة في كل مكان. هل التجسس حرام؟ لا يزال. وهل يمكن أن تقوم دولة دينية ملتزمة بمبادئ الشريعة من دون أن يكون لها نظام تجسس ومؤسسات تجسس وموظفين شغلهم التجسس؟ يمكن إقامة مثل هذه الدولة أساسا؟ فإذا كان ربنا يقول ولا تجسسوا والتجسس في الإسلام حرام، فكيف نحافظ على أمن الناس وأمن الدولة؟ يمكن أعداء الآن يحاولون غزو هذه المدينة أو تلك، أو إرهابيين يريدون تفجير أنفسهم أو سيارات مفخخة أو ما شابه ذلك. الدولة اللي عندها نظام تجسس قوي وضعها الأمني أفضل من الدولة اللي ما عندها نظام تجسس. فهل نقول أن هاي الآية ما لها مورد أو أن موردها يختلف؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لابد أن أقول لا أحد من الناس يحب أن يكون مراقبا من قبل غيره. يعني إذا قالوا لك هذا تلفونك مراقب، أنت ترتاح لهذا الكلام؟ ما ترتاح. ليش؟ لأنه الإنسان وحتى بعض الحيوانات يريد الإنسان وبعض الكائنات الأخرى تريد أن تحافظ على خصوصيتها. لعد ليش الناس مسوين أبواب وأقفال وسقف في بيوتها؟ ليش؟ أنا ليش أخلي غرفة نومي بقفل وقفل أقفلها يوم اللي أروح في الغرفة، وإن كان باب الغرفة باب الشقة أيضا مقفول؟ الإنسان يحب أن يحافظ على خصوصيته، وهذا من حقه، من حقه. والقانون اليوم حتى في الدول التي فيها مؤسسات ضخمة بإمكانيات ضخمة بميزانيات ضخمة أيضا يحرمون التلصص على الناس وكسر حرمة الخصوصية للأفراد. أنا أتذكر أحد الرؤساء الأمريكيين وهو ريتشارد نيكسون اللي انتخب في المرة الأولى والمرة الثانية بأعلى نسبة من الأصوات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إلى ذلك اليوم. هذا الرجل فيما بعد اضطر إلى أن يستعفي ويتنازل عن الرئاسة، وإلا كان يحاكم بسبب أن حزبه كان يتجسس على الحزب الرقيب، على الحزب الرقيب كان يتجسسه في قضية ووترغيت، قضية معروفة. اثنين من الصحفيين اكتشفوا هذا الأمر وتجرجرت القضية ودخل فيها أطراف أخرى إلى أن قال له لإما أن تذب استقالتك وتستقيل في أمان الله، وإما تتعرض للمحاكمة. وإذا تعرضت للمحاكمة هم نطلعك برا من البيت الأبيض وهم حقوق كثيرة تخسرها، فأفضل لك أنه تستقيل وتطلع برا. واستقال وطلع برا في قضية واترغيت المعروفة. ليش؟ لأنه كسر حرمة الطرف الآخر. عندهم مؤسسات تجسس FBI CIA وهذه بلا حساب في إمكانياتها، لكن هذا ما إلى ربط بالتلصص على الأمثالهم. يعني وجود التجسس على العدو هذا أمر ما في شك النبي كان يعمله. من يأتيني بخبر كذا وخبر كذا؟ وكان عنده سرايا وكان عنده أفراد في مكة المكرمة قبل فتحها وبعد هجرته منها. الجماعة كان يكتبوا له بأخبار مكة، الجماعة يتآمرون على النبي، يردون يغزون المدينة ويقضون على المسلمين وعلى هذا الدين، فلا بد أن يعرف ذلك. هذه الأمور قد يعملها رئيس الدولة. العسعس في التعبير الموجود في التاريخ، يعني كانوا شرطة بالليل يمشون بالطرقات، فإذا شافوا فرد واحد يريد يسرق بيت طبعا يعتقلوه، إذا شكوا فيه يسألون من عنده، يحققون من عنده، لأن لابد من المحافظة على أمن الناس، على أموال الناس، على أعراض الناس. لكن هذا شيء فيما يرتبط بالعدو. وأما أن أنا أتجسس على جاري بلا سبب، لا أنا مسؤول في الدولة ولا خايف من جاري على أن يقوم بعمل إرهابي،
لكن لأنه أقدر أتجسس عليه أتجسس. من يقبل هذا الشيء؟ إذا قالوا لك هذا الفندق اللي تنزل به ذولا بخلين ترى كاميرات حتى في غرفة النوم، مستحيل تدخل في هذا. يوم اللي تبين أن فندق من الفنادق في دولة من الدول مخلي كاميرات مراقبة ويسجل غرف النوم، هذا اعتقلوه وصارت فضيحة، وهذا الفندق سد باب الفندق كله بعد ما حد قال يروح لهم، لأن لا أحد يحبذ هذا الأمر. وأنا حقي الطبيعي أن أحتفظ بأسراري، ومن ثم لا يجوز لأحد أن يحاول معرفة أسراري ولا أن يذيعها إذا عرفها، لا يجوز له يتجسس ولا أنه يذيع إذا عرفت شيء من عندي، ولا تجسسوا. أصلا فعل التجسس من المحرمة. الخليفة الثاني، وهذه القصة يذكرها الجميع الذين يعتبرونه خليفة رسول الله ويقدسونه يذكرون هذه القصة، في ليلة من الليالي خرج مع عبد الله بن مسعود في المدينة المنورة، فرأى ضوءا خافتا من بعيد. طبعا ذاك الأيام ما كانت الطاقة الكهربائية، ومن ثم الطرقات كلها مظلمة، والبيوت الناس تنام أول الليل، بعد لا في تلفزيون يسهرون عليه ولا في كهرباء اللي يبوقون من الوقت بالليل ويذبون النهار، لا أول المغرب على الغروب وعلى طلوع الشمس كانوا ينظمون حياتهم. فكل مكان ظلام إلا من بعيد أكو فرد نور خافت، إما شمعة أو فانوس شيء بسيط، طبعا بروجكترات ما كانت موجودة. فتعقب هذا النور مع صاحبه وتسور الدار، يعني قفز من الحائط خلال درج وصعد، ما أدري تسور، يعني السور إذا واحد تجاوز السور يقال تسور. تسور الدار، دخل فرأى شيخا رجل كبير بالسن أمامه شراب وامرأة تغني له، فقال ما أقبح هذه الليلة. أي با كانت عمل قبيح، شيخ قد اقترب أجله، ما شايف أنا في الليلة أبشع من هاي الليل، رجال كبير مشروب ومرأة مغنية تغني له، يقولون الشكل تعبير جاي. فرفع الشيخ رأسه طلع قال له بلى أكو فد شيء أقبح من هذا، بلى يا أمير المؤمنين أقبح من ذلك ما فعلت، فإني إن أكن قد عصيت الله واحدة فقد عصيته ثلاثا. أنا فد معصية ذا أسوي؟ لا أشرب خمر، بس حضرتك مسوي ثلاث معاصي. أولا تجسست وربنا يقول ولا تجسست، ثانيا تسورت الدار وربنا يقول ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، لازم تجي باب البيت تدق الباب تقي تدخل على الناس من ظهور البيت من الحائط من الشباك من فوق السقف، ما يجوز شرعا. هاي المعصية الثانية. والأمر الثالث أنك ما سلمت. فقال عمر ثكلت عمر أمه إن لم يغفر له ربه ذنبه، وطلع برا. ثلاث معاصي تسوي لأنه في الواحد في بيته خليلة شمعة. طبعا في بعض القصص أن هذا الرجال هذه مرته كانت، وهذا اللي قدامه شراب، ما كان خمر، ما كان خمر، بس مرته إذا تغني له إذا تقرأ له شعر أهلا وسهلا، خلي المرأة الزوجة ترقص قدام زوجها بطريقة من الطرق تغازل زوجها خير إن شاء الله. بعض الأحاديث تقول لا الرجال كان رجال صالح، يعني مو كان دا يشرب خمر، بس ذاك ارتكب ثلاثة معاصي، واحدة من عدها التجسس. ولا تجسس، ما يجوز لك، ما يجوز لك تسيء الظن. فإذا أسأت الظن لا تروح وراء، إلا تروح أتأكد من الموضوع، خلي أشوف هذول شنو دا يسوون شعلي. قالوا فرد واحد كان دا يكتب رسالة
ليكتب رسالة. الواحد جاء من وراه بدون ما هذا يعرف قام يطالع شنو ليكتب. هذا حس بالموضوع كتب. إذا ترى بعدك تطالع الرسالة ترى ما أكمل لتتجسس. قال لا لا ما دا أطالع الرسالة. قال من وين أعرفت أنا أخو ما قلت لك شيء دا أكتب. أنت تحاول تعرف هذا شنو كتب وين راح. سنين بالشارع واقفين دي يتكلمون ويا بعضهم بكلام خافت. شكو عندك تحاول تعرف شنو دا يقول له. ما عليك بالناس. عندنا فرد حديث جدا جميل يقول من راقب الناس ما تهمن. أكو بعض الناس تشوف يسيئون الظن ثم يسوي له مؤسسة التجسس من نفسه، يعني يقوم بالتجسس ثم بعد ذلك يسوي نفسه قاضي ثم يحكم على الشخص ثم يغتابه ثم يسقطه في المجتمع. ايش بيك انت؟ ما تقول لي شنو مسؤوليتك امام الناس؟ شنو مسؤوليتك امام نفسك؟ ليش تضيع عمرك وقتك على ان تعرف منو شنو قال؟ تدرون طبعا اليوم قضية التجسس على خصوصيات الناس والأفراد العاديين مو العدو صارت مؤسسات. سابقا حتى الغيبة كانت عبارة عن شخص يغتاب شخص. اليوم أكو قنوات فضائية شغلها الغيبة، جرائد شغلها الغيبة والتجسس. شغلهم موظفين عندهم، مراسلين عندهم، أجهزة عندهم للتجسس على الناس. في البلاد الغربية أكو، ما أقول في بلادنا، في البلاد الغربية بالعشرات هاي الصحف التوب لاين شغلها شنو؟ شغلها التجسس. فلان وحدة صوروها هي دا تسبح ويا زوجها بالبحر وحدهم مثلا، من هالنوع من القضايا. طبعا الحمد لله هواية فضايا هم عندهم لا يخشون الله طبعا. فشغلهم تجسس. صارت مؤسسات وموظفين وقنوات وجرائد ومجلات. هذه الظاهرة الخاطئة ما بين الأمة الإسلامية والمجتمع الإسلامي من المحرمات أساساً ما يجوز، لأن رب العالمين يأمر بما يناسب فطرة الإنسان. الإنسان يختلف عن الحيوانات وعن الكائنات الأخرى بأنه يريد التعاون مع الآخرين والمشاركة مع الآخرين في أمورهم، وهذه من امتيازات البشر، وأن يكمل أحدهم الآخر. الآن ليش إحنا عندنا تطور في الأمور؟ تطور ترى مرة واحدة ماكو. حتى هذه الاختراعات والاكتشافات مو مرة واحدة صارت. أول محاولة للطيران عباس بن فرناس في زمن هارون الرشيد أراد أن يطير، سوى لنفسه أجنحة وشوية هم قدر يطير. يقولون كم متر قدر يصعد بمقدار قوة عضلاته. زين لولا أن هذه التجربة كملها واحد ثاني واحد ثالث واحد رابع أخوان رايت يواش واش جابوا أشياء جديدة، ما كانت عندنا اليوم طائرات اللي تشيل 700 مسافر وتطير 14,000 كيلومتر. يعني تقدم البشري تراكمي مو فجائي، بمعنى أن البشر قادرون ويجب عليهم أن يتعاونوا مع بعض وأن يكمل أحدهم الآخر. السوء الظن والتجسس والغيبة والتهمة والنميمة تعمل عكس ذلك. يعني شلون؟ شوف احنا عندنا في عالم الحيوانات عالم النحل وعالم النمل عالم جدا منظم جدا، يعني العلماء حقيقة يندهشون حينما يرون التنظيم في عالم النمل أو في عالم النحل. بس النحل والنمل ما يقدرون يتقدمون يتطورون في حياتهم. منذ أن خلق الله النحلة يعمل يبني بيوته بشكل سداسي، وبعد مليار سنة هم تجي النحل يسوي بيته بشكل سداسي، يعني يقدرون يسوون طبقات ناطحات سحاب فيما بعد أبراج؟ لا. ليش؟ لأن قضية التراكم والتعاون وتكميل ما بدأه الآخرون غير وارد عندهم. أن نتعاون مع بعض، أي شيء يفرق بين الناس ويبعد بعض الناس عن بعض هذا حرام، ومن يعمل ذلك خرج من ولاية الله ودخل في ولاية إبليس. لأن شغل إبليس التفرق، شغل إبليس هذا أن يفرق بين الأخ وأخي. اثنيناتهم دين واحد، مذهب واحد، صلاة واحدة، كعبة واحدة. اليوم تشوف العالم الإسلامي شلون دا يعيش حالة من التفرق.
يبدأ من تفرق في أذهان بعضهم البعض، سوء الظن، غيبة، نميمة، تهمة، ثم حمل السلاح، وواحد يقتل الثاني، الأخ يقتل أخاه. لا تسيء الظن. طلع الصحراء بيده سلاح، من بعيد شاف له شبح قريب الغروب، فكر هذا الشبح حيوان كاسر، أسد، نمر، من هالحيوانات، أراد يطلق النار عليه، قال خلي أتأكد لعله مو حيوان كاسر. اقترب شاف إنسان لكن ظنه عدوا له، أراد أن يطلق النار، قال خلي أصبر أشوف أتأكد. شوية تقدم شاف لا كأنه يعرفه، يوم اللي صار قريب له شاف أخوه، شاف هذا أخوه، لو كان مطلق النار كان قاتل أخوه. إحنا في كثير من أمورنا هالشكل، فلان أنت في بالك هذا عدو لك، لأنه ما قاعد وياه، شيطانا متدخل، صار عندك سوء ظن، شفت من عنده تصرف، فسرت غلط، قاطعت عنه، وفيما بعد يوم اللي قعدت وياه شفت لا والله هو بشر مثلك وخوش إنسان وطيب وتقدر تشتغل وياه وتقدر تعمل وياه. في المجتمعات الدينية نشوف هذا الأمر، هسه مو مجتمع ديني وغير ديني، لا مجتمعات دينية، بين الجار والجار، بين الموظف والموظف، بين الأب والابن، بين الأخ والأخ، بين الزوج والزوجة، هذه الحالات موجودة. ولكي نقطع الطريق على إبليس لابد أن نعالج جذر المشكلة وبذرة المشكلة وهي سوء الظن. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، وإذا ظننا سوءا أن لا نعمل عليه. قال ما بين الحق والباطل إيش قد؟ الإمام قال 4 أصابع، الباطل ما سمعته والحق ما رأيته، فلان قال فلان. وعادة ها الخبر لما يجيبوه يزيدوه، يعني ما يكفي أنه خبر بسيط، لازم يسوي خبر كبير فيزيد عليه. 4 أصابع، هذه عيني وهذه أذني، فإذا أذني سمعت شيء ما لازم أنا أبني عليه، إذا شفت مسألة ثانية. وحتى لو رأيت لا يجوز لي أن أكشفه، ما دام أن الله ستره، ما دام الله ستره. يقول يغتاب الطرف، هسه ما نريد ندخل في قضية الغيبة، لكن يغتاب يقول أنا متأكد أنا شايف. صحيح أنت شفت، بس منو قال لك تكشفه وتنقل لنا؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فاحشة موجودة بس أنت كشفتها وأنت ما سترتها، مع أن رب العالمين ستره. أستر ما ستر الله، الله ما كان يقدر يفضحه، كان يقدر يفضح. أنا شفت، خشوف، احتفظ بهذا اللي شفته يمك، أنت اسمعي خلي يمك. نفترض اكتشفت أن هذا كذاب، لا تتعامل وياه، أما لازم تقول لجميع الناس ما يجوز هذا تعمل. احنا عندنا في شيء اسمه غيبة، الغيبة أن تقول في الفرد ما فيه لكن لا يحب أن يكشف، والله ستره عليه، هو ستره، هو ستره، رب العالمين ستره، ما يحب أحد يعرف، أنت كشفته لأنه فيه. الإفك أن لا تعرف أنه ليس فيه، شك في الموضوع، احتمال فيه، هذا يسمى إفك. البهتان أن لا يكون فيه وأنت تعرف ما فيه. يوم اللي يريد يبرر التهمة والغيبة وما شابه ذلك يقول ترى هذا الشيء موجود فيه، أنا مطمئن. ومطمئن منو قال لك لازم تكشفه؟ ليش تقوله؟ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين.